بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا نجد بعض قوالب بلوجر قد تعجبنا كثيرا، إلا أن الإشكال نجد أنها غير معربة. الأمر بسيط، سنقوم فقط بتعريب هذه القوالب باستعمال برنامج تعريب قوالب بلوجر. إذا سنقوم بفتح البرنامج الذي ستجدون رابط تحميله أسفل الفيديو. وقبل تعريب القالب سنقوم أولا بحذف خاصية تكبير حجم الخطوط، ثم نقوم بالضغط على قالب، ثم نحدد مسار القالب المراد تعريبه، ثم نقوم بالضغط على فتح وننتظر حتى يتم تعريب القالب. إذا جيد، تم تعريب 33 كلمة. الآن سنقوم بالضغط على نسخ، وسنعود إلى مدونتنا. سنقوم بالضغط على مظهر، ثم تحرير HTML. بعد ذلك سنقوم بالضغط على Ctrl A لاختيار النص. سنقوم بمسح النص، ثم نقوم بلصق القالب الجديد. بعد ذلك نقوم بالضغط على حفظ المظهر. سنعود إلى المدونة، ثم سنقوم بتحيين الصفحة. إذا سأضغط على تحيين الصفحة، سنجد أن القالب أصبح معربا. إذا تم تعريب كامل للقالب. قد نجد بعض الكلمات التي لم يتم تعريبها، سنقوم بتعريبها بالضغط على تحرير هنا، وسنقوم بإدخال عنوان مثلا صفحة، ثم سنقوم بالضغط على حفظ. سنقوم بإعادة تحيين المدونة. نجد أنه قد تم تعريبها بنفس الطريقة بالنسبة لباقي الكلمات غير المعربة. إذن في درس آخر إن شاء الله سنتطرق إلى كيفية التعديل على هذا القالب. سنقوم بتغيير هذه الصورة، سنقوم بربط هذه الأيقونات بروابطنا مثلا فيسبوك، يوتيوب، ثم بقية المواقع الأخرى. إذا إلى هنا سنأتي إلى نهاية درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.